صح ان الجو حار، بس يوم انت بتروح على ارتفاع 12000 قدم بالعكس الجو بارد هناك، وبيكون يعني على متعه المكان هذا انك تشوف الفيو في الجو البارد. في البدايات اول شيء يعطونك الريج اللي هو الكنوبي اللي هي المظله، فتلبس المظله يعلمونك كيف على لبس المظله هاي وكيف على السيفتي مالها والشغلات هاي كلها. قبل ما نطلع الطياره ناخذ بريف، يكون واحد ليدر فهو يعطينا البريف كامل شو اللي بنسويه كخطه، يعني منو يوقف عند الباب بالفرونت، منو بالامام، منو بالكاميرا ستيب وشغلات هيك كلها.